الاستقلال في مجال الطاقة والاعتماد على الغاز المصاحب مشروع جديد تبنته وزارة النفط العراقية، والتي أشركت شركة غاز الجنوب وشركة بيكر هيوز الأمريكية. المشروع سينتج نحو 1,000,000 قدم مكعب من الغاز في اليوم الواحد. هذا المشروع يأمل أن يعالج 200,000,000 قدم مكعب قياسي، 130 من حقل الغراف مقمق و70 مقمق من حقل الناصرية، لإنشاء معمل متكامل بالنتيجة الحصول على غاز جاف يستثمر للطاقة الكهربائية حوالي 160 زائدا ألف وقليل من الـ LPG زاد المكثفات. اليوم العراق واحدة من المشاكل اللي جاي نعاني منها بقطاع الطاقة موضوع العجز بكميات الغاز وحتى الغاز المستورد، كل احنا نعرف يعني كميات ما جاي تغطي الحاجة، بالتالي 200 مقمق من الغاز الجاف ممكن تضيف لنا من 100 ميجا واط من الطاقة الكهربائية للشبكة الوطنية. لا تدخلات خارجية في هذا المشروع العراقي، ومحافظة ذيقار أعلنت استعدادها لحماية الشركات النفطية المشاركة من خلال توفير غطاء أمني عالي المستوى لمنع أي محاولات لإفشال هذا المشروع. لا يوجد تدخل من الدول الجوار في مشاريع الغاز لحد اليوم. محافظة ذيقار فيها حكومة محلية، وحكومتها المحلية يعني متوائمة جدا ومنسقة أعمالها مع الوزارة، وتعمل على توفير الغطاء الأمني لهذا المشروع. طبعا احنا كحكومة محلية نؤمن كافة الدعم يعني إكمال هذا المشروع، والحقيقة قواتنا الأمنية تسيطر على الوضع بشكل تام في المحافظة. مهم بطبيعته لما سيضيفه للبلد من إمكانية تعزيز قطاع الطاقة، والذي قد يتحول بمرور الزمن إلى تصدير الغاز المصاحب، والذي سيدعم الميزانية الاتحادية. 1,000,000 قدم مكعب في اليوم الواحد هو ما ستستثمر شركة غاز الجنوب وشركة بيكر هيوز الأمريكية من الغاز المصاحب لتقوية قطاع الطاقة من جانب، ورفض وزارة الكهرباء بما يضاعف إنتاج الطاقة من جانب آخر. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.